طي صفحة الماضي ودعم الاحترام المتبادل من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في كامل التراب الليبي هو أبرز ما جاء في ميثاق العهد والمصالحة بين مصرات والزنتان في لقاء طغت عليه أجواء الأخوة والمودة بين أبناء المدينتين، تكملة للمصالحة التي أقرت في الزيارة الأخيرة لوفد من مصرات إلى الزنتان. الميثاق أكد الالتزام بمبادئ ثورة 17 من فبراير مع ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوة إلى التقسيم، كما شدد الميثاق على حرمة الدم الليبي ومنع وقوع أي تصادم مسلح أو التلويح به بين المدينتين واللجوء إلى الحوار في إدارة أي خلاف. دعوة كل الليبيين والقبائل إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل من يحاول نشر الفتن والأحقاد بين أبناء الشعب مع تغليب المصالح الوطنية العامة على الخاصة أهم ما تطرق إليه عميد بلدية مصر في اللقاء الذي جمع وفدي المدينتين. ندعو كل الليبيين إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل من يحاول زرع الفتن والضغائن والأحقاد بين أبناء الشعب الليبي الواحد، أو من يحاول استغلال المدن والقبائل لتحقيق مآرب سياسية أو مصلحية فردية كانت أو حزبية. وفد مدينة الزنتان وبرئاسة عميد بلديتها ثمن جهود المصالحة بين مصرات والزنتان المبنية على المحبة وتغليب مصالح ليبيا، مؤكداً أن هذه المصالحة لم يتوسط فيها أي طرف، قائلاً إنها نموذج لصالح ليبيا وشعبها. نثمن عالياً ما لمسناه من فرح واستبشار عند غالبية إخوتنا الليبيين وأخواتنا الليبيات وبعض الدول الشقيقة والصديقة بلقاء المصالحة بين الزنتان ومصراتة. مبادرات المصالحة بين الزنتان ومصراتة يعول عليها الكثيرون لتكون لبنة في بناء النسيج الاجتماعي الليبي ونهوض البلاد وتأسيس أرضية مشتركة لمصالحات أخرى تحقن الدماء وتردم الهوة بين كل المتنازعين.